مساء الخير مشاهدينا ورحب فيكم في حلقه جديده من برنامج رايكم شباب اليوم راح نتكلم اكيد عن مواضيع مختلفه ودائما وابدا ترافقني في الحلقه ريم مساء الخير مساء الخير احمد مساء الخير مشاهدينا اكيد مستمرين معاكم لمده ساعه كامله مع فقرات متنوعه وضيوف مميزين واللي يميز حلقتنا اليوم ان مواضيعها مختلفه اكيد لكن في البدايه نعلن ان ضيوفنا راح يكون معنا متواجدين من خلال الحلقه في البدايه راح يكون معنا الفنان الشاب فواز الطاش راح نتكلم اكثر حول هذا المجال اللي هو فيه وعن بداياته اكيد اكيد وضيفنا الثاني راح يكون معنا استشاري التدريب العصبي الاستاذ امير محسن والتعرف على التدريب التدريب العصبي واهميته. اكيد واخر ضيف راح يكون معنا من خلال تواجدنا اليوم في الحلقه الاستاذ بدر الياقوت راح نتكلم اكثر عن الخدمات التدريبيه وتفاصيل اكثر حول المشروع الخاص اكيد. صحيح اما موضوع حلقتنا اليوم راح نتكلم عن القلب والعقل مم. وشنو الانسان يتبع القلب او عقله ومن اللي يتحكم فيه اكثر هو القلب او العقل. يمكن انا, أنا بالنسبه لي دائما افكر بالموضوع بانه ما في معادله صحيحه يعني في مم. هذا الموضوع يعتمد على الموقف نفسه احيانا مم. لابد بان الشخص ياخذ القرار او يرجع خلينا نقول العاطفه احيانا باتخاذ القرار واحيانا لا بالعكس العقل يكون هو له دور الكبير في كثير من يمكن الدراسات تكلمت عن احتياج الانسان باخذ القرار مبني على شغلتين مم. يا جانب عاطفي او جانب عقلاني العاطفي مم. يكون مبني على يعني يا شيء يعني شيء مثلا يكون برستيج او شيء معين يخص يعني شنو اللي يظهر للناس او انه يتنازل عن امور معينه احيانا من اجل اشخاص معينه اما العقلاني في دائما يفكر في المستقبل يفكر في خلينا نقول الانسب له هو حاليا في الوضع الحالي فالمعادله اتوقع ممكن تكون أفضل. ولا رايك صحيح يعني كلامك اللي قلته ان بالعقل الواحد يفكر ممكن انه يغير القرار صحيح, صحيح. انه يقدر يميز ما بين الخطا والصح مم. بس اكيد كلنا يعني ممكن عاطفتنا تاثر فينا والعاطفه مسؤول عنها القلب اللي هو الكره الحب مم. الغيره الاطمئنان كل هذه الاشياء مسؤول تقول عنها القلب فمهما أنت حاولت إذا تكره شخص حاولت أنك أنت يصير جدال ما بين العقل والقلب في أن أنت تقول لا هذا الشخص أنا ليش أكرهه ليش كذي خلاص بس هذا الكره موجود في القلب فنهائيا هني اه ما راح العقل يتحكم في هذه العاطفة القلب هو اللي راح يتحكم في العاطفة اه والمجال الكهرومغناطيسي للقلب أكبر بوايد المجال الكهرومغناطيسي للعقل فعشان كذي عندك في أشخاص تقول لك ما أقدر يا يعني هذا قلبي وتتبع صوت قلبهم <applause> فيقول لك الانسان الواعي هو اللي يصير ما بين عقله وقلبه حوار جدا راقي بعدها العقل هو آه يختار الشيء الانسب صحيح. له نهائيا لا يخلي عاطفته م. تتحكم فيه لأنه فعلا م. العاطفه ممكن تدمر اشخاص وايد بسبب هذه العاطفه ويتهمش العقل هنا وما له دور نهائيا أكي. فهني يصير الانسان غير واعي اما الانسان الواعي <applause> <أوه. تصفيق> اكيد هو اللي يصير ما بين عقله وقلبه حوار أوكي. راقي جدا عقبها العقل هو اللي يغرر شنو يسوي لا يخلي القلب هو اللي يغرر لانه يودي ورا الشمس اختيار القرار اذا كان من القلب او انه لعاطفته او قلبه تحديدا لكن اليوم احنا ما احنا بمجتمع مثالي يعني خلينا نكون شوي واقعيين اكثر صعب اللي قاعد نقوله يمكن يكون شيء نظري اكثر لكن المعادله الصحيحه مبنيه على المواقف عند الانسان خاصه بين الشخص دائما يعني في المواقف هو يحدد ايش كثر هذا الموضوع قريب من قلبه او قريب من عقله لكن ان نكون وايد مثاليين باخذ القرار اتوقع ممكن هذا الشيء شوي يكون آه يعني صعب لان احنا اغلب مواقفنا اللي نمر فيها بحياتنا سواء كان في جانب اجتماعي او جانب الوظيفه او جانب خلينا نقول المستقبل او قرار يخص الدراسه او يخص مشروع خاص نشوف دائما بانه يا قرار يكون عقلاني آه 80% او انه يكون عاطفي 80% ما, ما نقدر نسوي ال 50 و 50 دائما يا نتنازل عن القلب شويه او نتنازل عن العقل شويه. صحيح بس في اغلب الناس ممكن إن نفس ما قلت لك عاطفتها والمجال اساسا مال القلب اكبر بوايد فيأثر على العقل خلاص أيوه. هني تهمش العقل وفي أيوه. ناس وايد مثلاً تتبع صوت قلبها بعدها آآ آآ العقل يكتشف إن اللي سويته غلط بعد بعد فترة طويلة هني العقل يشتغل أنا شنو سويت ويبدأ يسأل ناس هل أنت فعلًا سويت هذا الشيء الخاطئ أيوه. هني عقبها يشتغل العقل ويقدر يميز أيوه. ويعني حتى ان هذا الشيء ذكر في القرآن إن أكثر من موقع في القرآن إن القلب يفكر ولهم قلوب يعقلون بها يعني تخيل إن القلب يفكر و ويتحكم في العقل نفس ما قلت لك لان مجال الكهرومغناطيسي اكثر ومو بس كذي حتى القلب فيه ذاكره تخزين <applause> يعني أنا قارية وايد قصص عن هذه السالفة في عملية زراعة القلب مم. في أشخاص ينقل... ينقلون لهم قلوب ناس خلاص يعني تكون معاها ذاكرة بيقول. تكون معاها ذاكرة في أكثر من موقف صحيح. في وحدة نقلوا لها قلب فتاة فدائما تحلم بكوابيس والفتاة مم. اللي ماتت هي متعرضة لاعتداء فدائما تحلم بكوابيس وهم مو عارفين تفاصيل الجريمة مم. تخيل البنت اللي نقل لها القلب مم. هي اللي ذكرت لهم تفاصيل الجريمه بالكامل بالكامل أجل. وهي ما تدري تقول هذا الكابوس م -م. اللي كل يوم يراودني بالليل فاكشفوا تفاصيل الجريمه م -م. من هذا الحلم حل. فتخيل ان القلب يعني في ذاكره تخزين حل. والقلب يفكر ويعقل وكل شيء فديروا يعني, يعني نفسكم من قلوبكم فخلوا عقلكم يتحكم مو القلب هو اللي يتحكم يعني وايد انت حريصه بان الواحد ما يرجع او ما يروح لقرار يتعلق في أقرب الاقرب لقلبه دائما يكون <applause> العقل هو له دور كبير لكن ليش ما يكون الموضوع يعني أي يعني أي موازنه كون. بين القلب والعقل ممكن تكمل هذا الموضوع شوي ممكن يكون صعب لكن كثر ما يقدر الشخص يكون يعني واعي لمرحله كبيره جدا بانه يعرف ياخذ القرار لكن هل اليوم لو شخص ياخذ القرار بعاطفه او بقلبه تحديدا هل راح يتاثر بشكل سلبي انا بالنسبه لي ما اشوف انه ممكن يتاثر بشكل سلبي ممكن يكون شيء ايجابي ساعات يعني الواحد اذا راح صوب قلبه يمكن يكون قراره سليم، أه. وساعات ممكن يروح مثلا يعني على سبيل المثال اليوم آه خلينا نفترض بان واحد آه ممكن له فرصه وظيفيه برا الكويت، أه. على سبيل المثال انا اتكلم. أه. آه اذا راح برا الكويت ممكن هو راح خلينا نفترض لمشروع معين في مدخول ممتاز آه مثلا منصب احسن، لكن شنو راح يخسر؟ مثلا هني راح يكون مثلا بيته، زوجته، عياله، وما يقدر ياخذهم لاي سبب كان، أه. او اسرته، والدته، وبيته الكبير وربعه واصدقائه، أه. ففي ناس تاخذ القرار اتجاه عاطفي قلبها. عاطفي يقول لك انا انا مائدر. ما اقدر ان اكون انا بعيد عن اهلي تعال اسالهم وخلالي. اسالهم أوه. الحين اقلب الناس اللي فكرت بقلبها في م. هذه الفتره وبالذات اللي يدرسون برا وبالخارج انه يبون شهادات ومستواهم م. يتحسن ومعاشهم م. يتحسن وقالوا لا ما نقدر نترك ديرتنا وما شنو تفكروا بعاطفتهم م. والله العظيم اقلب الناس الحين يا ليش قلنا كذي إن لو رايحين لا ليش ان احنا تنازلنا عن السفره م. وعن شغلنا خليني اكملك النص الثاني من يلا. اللي, اللي كنت بقوله لان اذا هذا القرار انه يقعد بين اهله تلقين هذا الشخص راح يكون مرتاح لانه هو اساسا طبيعته وشخصيته راحت مع هذه الناس ما يقدر انه يتغرب او انه يروح برا ويشتغل إيه؟ وسنين يقعد برا بالمقابل شخص ثاني يختار العقل يقول لي انا اشوف ان هالخمس سنوات اقعد برا الكويت مثلا اروح م -م. مثلا في مشروع معين اشتغل وأستثمر وهذا وارجع بعدين فاتوقع ساعات في القلب ممكن يودينا لطريق لطريق سليم ونفس الشيء العقل يعني القلب او العقل إيه؟ اوكي صحيح كلامك ممكن أن اكيد يعني اكيد كلنا مهما يعني قلنا انه خ... بنخلي عقلنا يتحكم فينا عاطفتنا قلت لك اقوى صح. مو بايدنا يعني نتحكم أكيد. في هذا الشيء بس حلو الانسان الواعي اللي يسوي توازن ما بين العقل لا لا يستسلم للعاطفه اكثر لان نفس ما قلت لك عاطفه وايد ناس ممكن بتقص عليك وايد ناس بتستخدم هذه العاطفه واذا اكتشفت انك انت انسان عاطفي ومبند هذا ما راح يعني راح يستقلون هذا الشيء وراح الانسان يقع في مشاكل كثيره بسبب العاطفه فحلو يصير حوار سؤال الحين بتطلعين نفاسه راح نطلع ولا فاصل من, من عقلي اكيد <تصفيق> <تصفيق> اكيد مشاهدينا مستمرين معاكم ولكن فاصل ونرجع go. Oh. مشاهدينا بهذه الفقره تحديدا راح يكون معنا ضيفنا الاستاذ بدر يعقوت ويكلمنا عن الخدمات التدريبيه ومشروع القادم اكيد بتفاصيله حياك الله اخوي بدر الله يحييك ويسلمك الله يا مساء الخير ويا اهلا ومرحبا فيك استاذ بدر في البدايه ريت تكلمنا عن مشروعك بشكل مفصل الله يعطيك العافيه على هذه الاستضافه الحقيقه نتكلم عن مشروع من للاستشارات التدريب الحقيقه احنا نقدم الكثير من الاستشارات التدريبيه للمؤسسات و شركات كذلك المجتمع الوطني تكلم كذلك في موضوع المنتجات التدريبيه الابداعيه <applause> وهذه المنتجات اللي يسمونها الالعاب التدريبيه هذه الالعاب التدريبيه تنمي القدره على القياده ومهارات التواصل والتفكير الابداعي وحل المشكلات بطريقه ابداعيه ابتكاريه من خلال ادوات نستخدمها في دورات تدريبيه في حتى الدروس في المدارس الخاصه وحتى العامه لذلك احنا لو نرجع شويه في موضوع العمليه التعليميه في الزمن القديم شلون كانت العمليه التعليميه بشكل عام إن كان هناك معلم يلقي المعلومه ويتلقاها المستقبل المعلومه بشكل صوتي صحيح. المعلم يقول الكلام والمتلقي يتلقى هذه المعلومه إيه. بعد فتره معينه صار فيها اضافات في العملية التعليمية إيه. أضافوا بعض الوسائل التعليمية اللي هي مثلا السبورة إيه. الطبشير إيه. كان يستخدمون بعض الأدوات وبعد ذلك تطورت الوسائل التعليمية أصبح هناك عندنا الوايت بورد بعد ذلك هم تطور العمليه التعليميه وصح عندنا السمارت <applause> بورد وغيرها من الوسائل الان التكنولوجيه الموجوده عندنا في موضوع الايباد ولا غيره في موضوع وسائل التعليم الابداعي <applause> لما نتكلم عن هذه الوسائل عملية تطوير تطوير العملية التعليمية <applause> أو التدريبية بإضافة أدوات تنمي الذكاء <applause> وتنمي المهارات الإبداعية عند المتلقي. <applause> ما عاد نفس قبل الواحد بس يتكلم والثاني يستقبله، ويتلقى هذه المعلومه ويروح يطبقها على ارض الواقع لكن هناك ادوات جديده طرحناها في المجتمع وهي كالعاب تدريبيه تنمي على المهارات القياديه والعمل الجماعي صحيح. ومهارات التواصل حق المجتمع ممتاز نتكلم يعني عن الانشطه دائما تعتمد على الحركه والجانب العضلي فهل هذا شيء مثلا انتم متعمدينكم تسوونه من خلال مشروعكم احنا نتكلم في موضوع ان الانسان شلون يتعلم من معلومه يتعلم مم. الانسان عن طريق الحواس الخمسة أم عن طريق السمع او البصر او الشم او التذوق او غيرها من الحواس الخمسه الموجوده عند الانسان لذلك الانسان كل ما زادت استخدام الوسائل في تلقي المعلومه كل ما استذكر اكثر لذلك هناك هرم دليل للتذكر والخبره يقول احنا نستذكر 10% من الشغلات اللي نقراها صحيح بقرا كتاب بقرا مثلا تويتر ولا غيره استذكر 10% من الشغلات اللي اقراها لكن استذكر نسبه 20% من الشغلات اللي اشوفها مثل صوره في ناس بشريه تكون بالضبط لما اشوف مثل... انستغرام ولا اشوف تويتر مهم. اي معلومه استذكرها اكثر راح اشوف مهم. الصوره 20% ونستذكر نسبه 30% من الشغلات اللي نسمعها مثل مثلا واحد يتكلم ليش انا استذكر نسبه 30% عباره عن نبره الصوت ترتفع نبره الصوت تنخفض فهناك اسلوب فيذكر المعلومه ونستذكر نسبه 50% من الشغلات اللي نشوفها ونسمعها مثل مهم. مهم. فيديوهات مهم. مهم. لما يكون في فيديو انا قاعد اشوف المشهد وقاعد اسمع الحوار اللي قاعد يصير فراح استذكر المعلومة بنسبة 50%، ونستذكر نسبة 70% من الشغلات اللي احنا نتناقش فيها. فأنا شنو سويت؟ أنا استخدمت اللسان، واستخدمت البصر، واستخدمت السمع، فلذلك راح استذكر المعلومة بنسبة 70%. ونستذكر نسبة 90% من الشغلات اللي نسويها، نعملها، وبعد ذلك نتناقش فيها، راح نستذكر فيها 90%، وهي ما تسمى الآن في التدريب باللعب. <applause> لذلك الالعاب التدريبيه هي مهمه جدا في تلقي المعلومه لان الانسان قاعد يستخدم الكثير من حواسه سواء كانت اللمس ولا البصر ولا الـ يعني التذوق بعض الاحيان الشم بعض الاحيان هذه الحواس كل ما استخدمت في تلقي المعلومه كل ما استذكر الانسان هذه المعلومه بشكل اكبر <applause> حلو جميل يعني ايش كثر هذا الشيء صالح في مجال ابتكار الالعاب الحركيه طبعا هو ابتكار الالعاب التدريبيه والحركيه هي مهمه جدا خاصه في الان في زمن التكنولوجيا والايباد والناس نوعا ما صارت قاعده في مكانها تتلقى عن طريق الكمبيوتر تتلقى عن طريق يعني التكنولوجيا بشكل عام الايباد ولا غيرها في الموضوع الان الحركه قلت <applause> الطفل حتى في البيت قل قاعد دائما قاعد ودائما حتى الطلبه في الدراسه اللي قاعدين لذلك احنا العاب تدريبيه تحرك الجسم <applause> تخلي الواحد يتحرك يحرك جسمه يحرك عقله يحرك تفكيره بحيث ان الواحد خلاص يتلقى مثل ما ذكرنا من قبل انه يتلقى المعلومه عن طريق الحركه فلما مثلا لما احنا نحط الالعاب التدريبيه اللي تنعرض على الشاشه موجوده عندنا هذه الالعاب تشغل الكثير من الحواس عند الانسان ولذلك شنو ما هي مميزات التدريب اللعب؟ مم. التدريب اللعب هو يخلينا نستخلص المعلومه. مم. قبل احنا كان فقط نسمع المعلومه من المعلم وناخذها نتلقاها مجرده، مم. لكن الان شلون اقدر استخلص المعلومه وهذا الشيء الاساسي مم. ان شلون اقدر افكر وانمي عقلي واستذكر المعلومه بحيث أن اخليها ترتكز في العقل اكثر. مم. الشيء الثاني يكسر الروتين، تخيل انت قاعد تسمعين محاضره ساعه ولا نص ساعه ملين اذا اضفنا عليها بعض الوسائل التدريبيه سواء في عمليه الفصل في الدراسه او في التدريب راح يخلينا احنا متنشطين أكثر, 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 أكثر راح تتفاعل اكثر <applause> وكذلك يخلي الواحد يتناقش مع زملائه <applause> قلنا ان المناقشه مع الزملاء الموجودين راح يكون نسبه تذكر المعلومه نسبه اكبر. اذا نقدر نقول بان اليوم الوسائل الحديثه في التعليم او توصيل الرساله تكون لها يعني فرصه بانك انت تسترجع هذه المعلومات بنسبه 90 او 80% مقارنه في السابق وهذه نسبه جدا ممتازه بحيث ان الشخص ممكن يستمر في التعلم، لكن بالضبط. بنتكلم عن فكره يوم البحث عن الكنز، لو تكلمنا اكثر عن هذه الفكره. احنا سوينا برنامج اسمه كنز فيلتشه. كنز فيلتشه فيلتشه اي هو عباره عن رحله البحث عن الكنز داخل جزيره فيلتشه، وكان اعلنا على بشكل عام حق المجتمع وشارك معنا ست فرق بحيث انه يروحون معنا و ويكون عندنا كل محطه فيلتشه فيها لعبه تدريبيه. اللعبه التدريبيه هي عباره عن اداء مهمه معينه يسوونها سواء كانت الذكاء، آه سواء كانت تنمي العمل الجماعي تنمي جيش. كل محطه فيها حطينا فيها قيمه مم. قيمه العمل الجماعي قيمه تحمل المسؤوليه قيمه التواصل مع اعضاء الفريق قيمه التاثير على الاخرين فاحنا قاعد نحاول نغرس القيم من خلال اللعب مم. والالعاب التدريبيه ويكون فيها التفاعل ويكون فيها الحماس ان الواحد شلون يقدر يخلص المهمه بإتقان بأسرع وقت على أساس ينتقل للمحطة المحطة اللي بعدها. فكان عندنا برنامج تفاعلي بين الشباب اللي هو عن طريق الألعاب التدريبية اللي نغرس من خلالها قيم إدارية وقيادية ومهارية بحيث نتنمي فيه. مهارات القياديه عند الانسان صحيح حلو، يعني انا اللي ببالي الحين خلينا نقول مثلا نحن في عصر التكنولوجيا وصحيح مثل ما انت قلت ان اغلب الاطفال مثلا حتى الكبار ما قاموا يستخدمون العابهم الحركيه بس اللهم التليفون والعيون، فانت ما نقول مثلا هالفكره هذه يتلكم تبون تنقذون الجيل هذا من الشيء اللي قاعد يصير وترجعون مثلا خلينا نقول الجيل القديم لان الجيل القديم كان كله معتمد على هذه الالعاب، الالعاب الحركيه، الالعاب الذهنيه مرتبطه مع بعض شايف هذا الموضوع نعم لكن احنا ما نقدر نرجع بالزمن القديم احنا نواكب الزمن نواكب بس نواكب الزمن بالضبط عن طريق وسائل تعليميه ابداعيه وهذا الشيء <applause> احنا نبي نزاحم في التكنولوجيا بشكل عام احنا لما ندخل في هذه الادوات خلال دورات التدريبيه من خلال انشطتنا من خلال فصولنا الدراسيه احنا قاعد نحاول نسعى ان نزاحم الوسائل التكنولوجيه في هذا الامر بحيث انه يستخدمونها بحيث إن يتعلمون فيها يطبقون اه. هذه المهارات عن طريق العاب تدريبيه الان حتى إن في وزاره التربيه والتعليم في المدارس اه. الخاصه قاعد يدخل هذه الوسائل بحيث انه يتلقاها الطالب والمتعلم بشكل جميل ومرح بحيث ترتكز عند المعلومة حلو كرنفال قمم الترفيهي متى يقام وشنو الهدف منه؟ طبعا كرنفال قمم الترفيهي هو عبارة عن برنامج كذلك نستخدم فيه أدوات تعليمية وتدريبية بشكل عام أيه. ننمي المهارات القيادية والفردية عند الأشخاص يعتبر نسوي نوعا ما تعاقدي مع بعض الجهات اللي وحابة أنه يستفيدون الشباب والبنات سواء كانوا <applause> يعني وزاره الدوله شؤون الشباب ولا بعض المراكز المهتمه بالشباب، نوعا ما هذه البرامج مختصه في شريحه الشباب وكذلك الكبار، لكن احنا نركز ان نغير مفهوم ل... لو اتكلم في موضوع القياده بشكل خمسه ايام تدريبي بس ما اعطيهم جانب عملي واقول له روح قود الناس ما راح لكن حط لا احط لعبه تدريبيه تحاكي الواقع وهذا محاكاه الواقع جدا مهمه ضروري انه يطبق التمارين هذه على اساس انه يتعلم مهارات قيادية ويقدر يطبقها على ارض الواقع. <applause> هنا عندنا اشكاليه كثيره لان الكثير من الناس بس تتلقى المعلومه عن طريق محاضرات ولا طريق سماح <applause> ويقول تعال طبق ما راح يعرف ما راح يطبق لانه كان مجرد جانب نظري بالضبط الجانب النظري <applause> هو مهم جدا في العمليه التعليميه ولذلك هذا الشيء <applause> اللي ينقصنا فحبينا احنا نسد هذا النقص ان نعلمهم بعض الادوات والالعاب التدريبيه <applause> اللي تنمي هذه المهارات. لكن اذا بنتكلم عن الجانب الاساسي اللي انتم من خلاله تقدمون دورات تدريبيه في <applause> اي مجال بالضبط. <سكلم> 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 احنا يعني كمشروع تدريبي قاعد نتكلم فيه قدمنا الكثير والعديد من المشاريع التدريبيه بالتعاون مع وزاره الدوله شؤون الشباب بالتعاون مع شركات كثيره منها برنامج مشروع اكاديميه فولنتيرز فولنتيرز اكاديمي هو عباره عن برنامج متكامل في تاسيس الفرق التطوعيه المنهجيه العلميه مده هذا المشروع تنتشر دورات تدريبيه مكثفه وجلسات استشاريه وتطبيق مشاريع على الواقع وخرجنا بفضل الله سبحانه وتعالى 16 فريق تطوعي في ثمان مجالات مختلفه في مم. المجال الاغاثي والاعلامي والصحي والاجتماعي والتدريبي وغير المجالات بحيث انه يخدم المجتمع هذا مشروع من فولنتيرز اكاديمي عندنا مشروع اخر هو اكاديميه قلم مم. للتاليف والنشر مم. هناك الكثير من الشباب والبنات مقدمين على عمليه الكتابه صحيح. لكن نشوف في معرض الكتاب نوعا ما الشباب الكتاب مم. الجدد في بعض الكتب ما هي المستوى المطلوب الحقيقه في الماده العلميه مم. اللي تحتوي هذا الكتاب لذلك مم. اسسنا هذه الاكاديميه لنحتوي الكتاب واللي وده يكتب كتاب نعلمهم وندربهم شلون تكتب كتاب على منهجيه علميه وقدمنا فيها ثلاث مواسم في تدريب الشباب على المهارات الكتابيه مم. مم. آه في موسمها الاول كان مدتها شهرين ونص بحيث نخرج كتاب ومؤلفين على منهجيه احترافيه ويطلع لنا كاتب وفضل الله سبحانه وتعالى خرجنا 70 كاتب ما شاء الله في عمليه الدورات التدريبيه حلو. المكثفه اللي قدمناها كذلك قدمنا اكاديميه المبدعين مع الديوان الاميري بالتعاون مع مكتب الشهيد مم. نخرج شخصيات من ابناء الشهداء مبدعين ومؤثرين منتجين مم. مم. كذلك مدة أربعة أشهر عبارة عن منهج تدريبي متكامل ودائما احنا نفكر في بالنهاية في مشاريع التدريبية ما هو المنتج الذي أريد أن يكون مم. بعد بالنهاية انا ابي بالنهايه ابي منتج يطلع صحيح. لي فلما افكر أني انا ابي اسس كاتب لازم م. احط له منهج معين اهله انه يكون كاتب, إن يكون كاتب. ابي اسس صحيح. فريق تطوعي شلون اقدر احط له منهج صحيح م. على اساس يتاسس كذلك ابي شخص مبدع شلون اقدر اخلي شخص مبدع راح يكون فيه هناك منهجيه تخرجني اياها. يعني. بالضبط، إذا يعني اليوم الدورات التدريبية اللي تقدمونها لها علاقة في مجالات مختلفة، بالضبط. لكن الناتج اللي تبونه من خلال هذه الدورة التدريبية بأنه يكون إنسان مبدع في مجاله بوجود ورشة تدريبية مختصة بالمجال اللي قاعد تقدمونه وهذا شيء للأمانة مميز. صحيح، <applause> حلو، يعني أنت قلت ذكرت أن يقعدون أربع شهور في مثلا خلال الدورة، هل المتدرب إذا خلص الدورة هذه يحصل على شهادة تدريبية لا. معتمدة؟ <applause> بالضبط احنا نحصل على شهاده تدريبيه معتمده من الدوله يعني معتمده من ديوان الخدمه المدنيه وكذلك من التعليم التطبيقي اللي هي الجهه المعتمده في الدورات التدريبيه بالاضافه الى نقدم لهم دبلومه تدريبيه من جامعه القاهره للمهارات اللي احنا قاعد نقدمها مم. مثلا في اكاديميه قلم قدمنا لهم دبلومه تدريبيه في مهارات الكتابه مم. والتاليف مم. بحيث انه مختصه في هذا المجال، لذلك احنا قاعد نتكلم في موضوع اعتمادات دوليه وعالميه مم. تعامل مع جهات كبرى في العالم كذلك في امريكا وفي اوروبا وكذلك في على مستوى دوله الكويت ممتاز اذا ورش تدريبيه مميزه للشباب وفرصه للتعلم وفرصه لاخذ شهادات ودورات مكتسبه من خلال وجود اهل الاختصاص والخبره عساك على القوه <applause> على هذا الابداع نبي منك كلمه اخيره للمشاهدين بخصوص الاشياء اللي تقدمونها اذا حاب ان انت تستقطب مجموعه من الناس اللي حابه تشارك معك الحقيقه احنا يعني تكلمنا نوعا احنا كشباب ونستهدف الشباب في الموضوع، الشباب طاقه جباره الحقيقه، و واذا ما استغل طاقته واستغل مواهبه الشخصيه ونماها ما, ما. راح يكون انسان واحد مثل ما شيء في المجتمع ولا يكون مميز في المجتمع، لذلك يعني اذا كلمه اوجه للشباب يقول دائما يقول توجه نحو القمر فان اخطاته كنت بين النجوم حتى لو ما وصلت حق القمر لكن حط لك هدف عالي ودك توصل له وباذن الله تعالى راح توصل له, له للامانه كل الشكر لك الاستاذ بدر الياقوت على هذا المشروع والارتقاء في السلم التعليمي الكويتي الله يسلمك العافيه اكيد مشاهدينا مستمرين معاكم لكن بعد هذا الفاصل يقول العلماء أن تدريب المخ على معالجة نفسه ضد الصدمات النفسية هو علاج فعال وممكن الإنسان أن هو يتحكم في هذا الدماغ أكيد أسئلة كثيرة معنا مع الأستاذ المعالج والمدرس العصبي أمير محسن يا مساء الخير ويا هلا ومرحبا فيك أستاذ أمير أهلا بيك. أهلا بيك. شكرا, شكرا الله, الله يسلمك ونورنا في البداية بنتكلم عن يعني علم التدريب العصبي تحديدا نعم. نوضح للمشاهدين <applause> أه علم التدريب العصبي هو صار له اكثر من 45 سنه هو بدايه كان علم الكنيزيولوجي أه قبل 22 سنه أه الفاوندر اللي اسس علم التدريب العصبي طلع من الكنيزيولوجي علم الكنيزيولوجي اللي هو علم الحركه والاعصاب اضاف عليه اضافات كثيره اضاف عليه علم اسمه الهوميباث علم الطب الصيني وعلوم اخرى اللي هي شغله اسمها ارديولوجي هي علم العين وعلم الكيرولوجي انا عارف يمكن العزيز المشاهد مو سامع المصطلحات لكن كلها موجوده بالانترنت يقدر يدش ويطالع ويثقف نفسه عباره عن علم التدريب العصبي عباره احنا نقول الانسان كتاب مفتوح صحيح قبل يعني حتى عندنا احنا هني بالخليج كان الشاي بيقعد لما الواحد يمشي يقول له يا فلان ترى فيك كذي كذي ايش درى؟ يشوف إنه كتفه طايح اليسار معناتها في مشكله بالطحال اذا شاف ريله تخط معناتها في سكر اذا فهذا العلم الانسان لما الواحد بس يقعد يعني حتى حق اعزائي لم لما تروح قهوه ولا شيء يقعد بس شوف الناس شلون قاعده تتحرك مه مه أو حتى الريل تلقى ريل او وريل ثانية تروح عويا ولا ريل تشط ولا حتى بالكلام ونظرة العين فهني أنت بمجرد بس قاعد تطالع ما سويت أي فحص نوعا ما عرفت الشخص اللي قدامك شنو يعاني منه من غير ما تفحصه آه التدريب العصبي هو كل العضلات اللي بالجسم لها تاريخ في عندها أرشيف الأركاف ما يلها زين وهالأركاف يعطيك حتى متى صارت الحادثة هذه وشنو النقص اللي فيه الإنسان آه شلون يبين؟ م -م. كل عضله لها طريقه خاصه للفحص، مثلا م -م. عضله القلب لازم تكون بالطريقه هذه، نضغط عليها. هني معناتها ستراكشرال في مشكله بالجسم. من الخليقه يعني من الولاده. هني معناتها في اذا هني كان عواطف، اذا هني الكهرباء في الجسم، م -م. وفي اكثر من يعني كل صبع احنا قاعدين نقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وما ندري شو السالفه، فاحنا قاعدين نحط او يعني حتى بالتسبيحه مالتنا قاعدين ندخل بامور. بالاعصاب بدون ما الانسان يدري فيجي الشخص يقول مثلا والله مثلا انا اعاني من المعده هو ما عندنا شيء اسمه احنا جسدي فقط الجسدي فقط معناته حادث بعيد الشر دائما نروح حق الاساس مالت المشكله نبحث عن اساس المشكله لما نروح حق نبحث على اساس المشكله نشوف مثلا يمكن اربع خمس مشاكل احنا عارفين احنا وصلنا الى مرحله الحين عندنا الدي ان اي وعلم الجينات وكذا تلقى الشخص هي يعاني من وايد شغلات لكن اساسا مو مالته مو مالته هو ماخذ ما من ابوه ماخذ ما من امه ماخذ ما من يده ماخذ ما من المستمع عرفت فبالنهايه بالكويتي انا شكو بس لازم من داخل يقتنع ان هذه الامور مو له ولازم تطلع شوي شوي من تصرفاته <ريض> على ماذا يعتمد هذا التدريب؟, التدريب. شلون <تضح> نعتمد عليه؟ زين احنا عندنا على شغلتين اسمع، لكل فعل رده فعل، هذا احنا المنهج الاساسي، لكل فعل رده فعل. إه، وقع الكلمه على الانسان الحين حتى الكلمه ما قامت الا تنسمع، يجي لك واتساب تقراه شو يصير داخلك؟ صح اذا ما أقرأ الواتساب؟ مثلا ولا كلمه ولا على الاخبار أي؟ حاسس صدمه صحيح. صحيح. قاعد يصير معنا كيميكال رياكشن داخل مم. احنا نلحق الكيميكال رياكشن على الكلمه الواحده يعني كلمه بعيد الشر بعيد الشر الجميع مم. فلان في المرض فلان صحيح اعطاك كيميكال رياكشن فلان خطب ولا فلانه تزوجت عرفت في يعطيك كيميكال رياكشن احنا دائما نروح على كل كلمه وشنو الوقع مالها على هذا الشخص تأثير. ونحاول كثر ما نقدر طبعا يعني حتى العلاج نفسه يختلف من شخص لاخر مم. فنروح مثلا اكو ناس عندهم مشكله بالحب يا جماعة صحيح أو الارتباط مم. الارتباط يسبب له فعندنا احنا لكل فعل ردة فعل ونلحق العلاقات العلاقات ما أتكلم مع الناس أول شيء علاقة جسمي بجسمي مم. علاقة القلب مع المعدة مع 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 يعني احنا نقول احنا أسرة أو مع الربع بالديوانيه هذا يعني وايد تحب هالشخص هذا لا شوي شوي لا هذا والله عندي آه. تحفظ عليه <كتبت> <applause> هذا كان موضوع حلقتنا ان علاقه القلب بالعقل ولما يصير حوار ما بين القلب والعقل يعني الموضوع انه القلب هو المجال الكهرومغناطيسي اكبر من العقل. من العقل فهني في هذه الحاله م. الشخص شلون يعني في بعض الاحيان الناس يعني تتبع صوت قلبها ويكون أوكي. يعني صوت خاطئ صحيح. يوديها م. بداهيه فاي فشلون هني بالحاله هذه شلون الواحد ينبه مخه او اعصابه أنه لا 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 لا, لا تتبع العاطفه زين الحين احنا يعني في العلاقات العلاقات داخلي بين جسمي بين كل عضو وعضو وبين كل خليه وخليه اذا وصلنا الى هالمرحله الانسان عايش مرتاح راح تشوف حتى العلاقات اللي برا تكون مرتاحه لانه صار في عندي ردود افعال المواد الكيماويه او الكيميكال رياكشن عندي مرتاحه فكل الناس ترى سواسيه عندي يعني كلهم احبهم وكلهم كذا وكلهم زينين فهني قلنا احنا القلب بيتكلم والمخ يتكلم شنو الصوت اللي لازم اسمع له عموما احنا دائما لما نقول القلب يتكلم القلب ما راح يدزك الى مكان مجهول احنا دائما عندنا اصوات وهذه الاصوات ترى يا جماعه تساعدنا مو انه شيء مو زين الناس تتهرب منها والصوت الصحيح اللي فيك صوت العقل اللي فيك هو الصوت اللي ما يوبخ الانسان ما يزفه تلقى في حنية صحيح. عليك هذه حنية الروح حنية النفس حنية رب العالمين ايه؟ أما إذا في نوع ما من إن جلد الذات بل... شلون جلد الذات إذا جلد الذات لا تسمع الكلام بس طالع أكو إكهارت كل تعليمه صار له سنين كل تعليمه يقول لك عيش اللحظة ايه؟ عيش اللحظة زين شلون عيش اللحظة يقول لك بس عيش اللحظة زين شلون عيش اللحظة يقول لك إذا الفكرة جت لك تخيلها نفس الغيمة مم. تقدر توقف الغيمة أنت؟ ما مم. نقدر طالحة طالح. هذه الفكرة مم. إذا إحنا على قولتهم قدرنا نسوي الماستر مم. على أفكارنا هذه فكرة لن تستطيع أن توقفها سواء مم. سيئة أو زينة مم. وما في إنسان كله إيجابي إيجابي مم. حتى بالخيال هذا موجود مم. لكن لما تجي الأفكار قاعده تاذي او خاصه احنا بالماضي احنا كلنا عايشين بالماضي هذه مشكله الانسان فلان قال لي دائما اي موضوع أي. لازم نرجع للماضي استنادا لشيء معين حصل في السابق او بالمستقبل <applause> داك علي المدير ما ادري بي طيب اوكي تفاءل بالخير ماني قادر <applause> لان الماضي عندي انا انقرصت فالمستقبل لازم ينقرص فهني يقول لك انت عيش اللحظه هذه اللحظه هذه ايش بيصير؟ خليه يصير <applause> لكن اذا بنتكلم عن مثال وايد طبقونه يعني يمكن الكبار والشباب ايضا بان لما يصير موقف معين يقول شنو تتوقع؟ دائما يتوقع الاسوء. نعم. يقول فنقول تساله ليش تتوقع الاسوء؟ يقول لك لان اذا صار شيء زين فراح اكون انا راح استانس، واذا نعم. كان شيء سيء فانا اريد مجهز نفسي بانه شيء سيء، فهل هذا تعامل صحيح مع المواقف؟ رب العالمين بالقران قال؟ تفاؤلوا بالخير. قال لا تفرحوا بما اتاكم ولا تاسوا على ما فاتكم. صحيح. بي ذا بريزنت مومنت، خليك الحين بهاللحظه. شو اللي بيلك اي شيء مفرح راح يجي يعني لنا فرض شريت سياره جديده ترى انت مستانس فيها اسبوع بس تشم الريحه وكذا عقب اسبوع صار جزء منك مه. وش زين ليش احنا دائما مكذبين بالشغلات اللي مو زينه مع أنه صارت مه. الاف الشغلات الز... ابسطها هني هي حق زميلك ابتسم لك ترى والله شيء بس لانه صار اصبح عادي اني ابتسم آه لكن حتى الابتسامه صادقه يا جماعه البرمجه هذه الانسان هو يبرمج نفسه فيها. <تصفيق> <تصفيق> يعني استاذ انت قلت مثلا في ناس فعلا عايشه بالماضي نعم. وخايفه من المستقبل نعم. وناسيه اللحظه الحاليه، فكل إيه؟ حياتها مثلا خلينا نقول قاعد يمشي العمر نعم. وهم عايشين بالماضي. صحيح في هالحاله الواحد شلون يتصرف؟ شلون يتحكم في اعصابه بحيث انه يتخلص من هذا الماضي ويعيش فعلا اللحظه اللي هو موجود فيها لان هذه حلو. اللحظه راح تصير ماضي بعد. حلو، أه خلينا نروح شويه اكبر عشان انا استخدم اللحظه مالتي او ان انبسط باللحظه نقيس إن اول شيء انا ايش كثر قاعد مع نفسي بروحي بروحي لما اقول بروحي مو معناته قاعد شايك الواتساب والانستغرام اسكر واقعد زين لازم هو يسمونها محاسبه النفس وليس جلد النفس زين انا من الصبح لليل خلني امس راح اليوم شنو سويت شيء زين زين اكو مثل يقولك لك وات از ذا نيكست جود ستيب مو شنو الخطوه اللي جايه شنو اسوي الخطوه الثانيه او الجايه اللي تكون من صالحي فيها فيها فايده حقي <applause> فعلى قولتهم نكست جود ستيب اروح اطلع اشرب القهوة قهوه ولا كذا اوكي اتس نوت ا جود ستيب على قولتهم <applause> انه في شيء افضل من هالشيء <applause> لما افكر انا الحين بهاللحظه قاعد افكر شنو انا ممكن اسوي <applause> الخطوه الجايه انا قاعد اتكلم ما اتكلم احنا على الاشياء الكبيره كل شيء صغير أو هو هذه الحياه هذه الدنيا هاللحظه ما عندك شيء ثاني <applause> لأنه فعليا ما بدنا شيء في مقوله دائما اقولها واتجادل فيها مع احمد دائما اقول اتذكر لما قلت لك حياتنا عباره عن حلم قال لي شلون حياتنا عباره عن حلم قلت له لان احنا عايشين باحلام الماضي وباحلام المستقبل فبالنهايه لو انا بشوف حياتي كلها بشوفها عن طريق حلم لان يعني خلينا نقول هذا اللقاء بعد ثانيه او دقيقه راح يصير بالماضي بس يعني المقوله صحيحه صحيحه اوكي الطريقه غيرت الطريقه <applause> عشان تصير صحيحه خليت ان شاء الله اقول لكم شغله هذه <applause> الموضوع هذا فكرت فيه قبل ثلاث ايام اربع ايام رب العالمين <تصفيق> ان شاء بالقران مكتوب ان اليوم عند رب العالمين خمسون ألف سنة وألف سنة <applause> <applause> زين إذا اليوم عند رب العالمين خمسين ألف سنة أو ألف سنة يعني أكثر من آية طيب إحنا حياتنا خلينا نقول عمره واحد تسعين سنة كم ثانية عند رب العالمين أو بالحسبة هذيك انتهت حياتنا كلها كذي وانتهت صحيح. فلازم استغل هاللحظه بفرط. هاللحظه انزين أيوة. هل على طول احنا قادرين نستغل هاللحظه؟ مم. احنا بشر احنا عندنا صحيح. لازم في بالانس في زين شين مخي يروح بعيد ومخي يرد فهذا يبي له تمرين 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 على طول هذا اللي بنتكلم عنه الحين كنت نتكلم عن امور جدا مهمه لكن التمرين على اساس ان انا اوصل لهذه المرحله أي. من ان انا اقدر اعيش اللحظه بطريقه سليمه واكون يعني متوازن في في مشاعري والامور والمواقف اللي اواجهها شلون ممكن يكون التمرين م. م. اول شيء قاعد بالصبح من النوم واخر على الواتساب <applause> لا الواتساب اول ما واخر بو واخر عرفت شلون جد الواحد ياخذ ياخذ على قولتهم الشاور على ما يشرب الشاي ولا القهوه عرفت شلون بهاللحظات يا اما الواحد يقوم مستانس يا اما آه. يقوم في شيء قاعد يسحبه آه. اوكي احنا حتى المد والجزر حركه المد والجزر لها تاثير علينا لان آه. احنا مرتبطين بالكون شئنا ام ابينا آه. وحين احنا ما ادري على التاريخ راح يكون آه الشهر هذا آه. راح يكون آه. وايد قوي على نفسيات الناس آه. يوم الجمعه الجاي ان شاء الله في خسوف آه. تاريخ 18/8 -18. خسوف وخسوف قوي سلبا ولا ايجابا ماكو شيء اسمه سلبا مم. ايجابا لكن اكو شيء أعصاب تطلع ذكريات تطلع طيب ليش قاعد تطلع ذكريات اكو شيء انت لحد الحين مخزن بعقلك بجسمك ما تصرف معاه بالطريقه مم. الصحيحه صحيح. فتخليك او ما نقول انت حدك تشوفك تختبرك مره ثانيه هل راح تتصرف نفس التصرف القديم مم. ولا تطلع تاخذ سايكل اكبر وتصعد لفوق اي فمعظم الناس يسوون يعرفون على قولتهم ينزل حق اللي كان يعرف يسويه بسرعه يعصب او سكر الباب او طنش السالفه لا الاختبار يجي عشان تتطور تطور من نفسك كانسان ك... كوعي مو كانسان جسم يعني كوعي للانسان الوعي ما يختفي موجود من الخلقي آخر الوعي موجود منذ الخليقه لاخر يوم فهو الوعي <applause> كل العملية عملية وعي أنا إيش كثر أضيف وحضرتك وحضرتك حتى الأطفال إيش كثر يضيفون للوعي <applause> <applause> لكن عندي ما <applause> سؤال جدا مهم على هذا الموضوع اليوم <applause> ذكريات الماضي نعم. في ناس ممكن تعيش على ذكريات الماضي لكن هي مارسة حياتها بشكل طبيعي بالحاضر والمستقبل هل <applause> هذا يأثر بشكل سلبي أو إيجابي أو يعتمد على الشخص إحنا ما نقول إحنا يأثر بشكل سلبي أو إيجابي آه يعني خد تكلم إحنا آه الخبرة مات الماضي أخذها اخذ الخبره اخذ الخبره اوكي بس الموضوع قاعد ياثر علي ايش حق اخذه؟ اللي قصده ليش احنا بكل بساطه كلنا مو مجرد ما يتذكر شغله مو زينه صارت معاه ينغمت مو ينغمت لان الكيميكال رياكشن ما له شغل ما يعرف امس واليوم ولا صحيح. قبل خمس سنين انت قاعد تعيش ذيك اللحظه اسحب نفسك حلو اسحب تعال الحين انا هني اسحب مم. نفسك انت صح فتهيأ اقدر افكر هذه. عفوا إيه. اقدر افكر بالسالفه هذيك مم. بس ما أعيشها أخذ الاستفادة أو العبرة بس. بس ما أخلي جسمي يتفاعل معاها من جسمي يتفاعل معاها؟ جني قاعد اعيش ذيك الفتره مره ثانيه ومحتاج اسبوع او يومين او ثلاث على ما اسوي ريكوبريشن حلو هذا مهم ممتاز. لو بنتكلم مثلا عن الاحلام نعم. اللي احنا نحلمها نعم. او احلامنا او اهدافنا المستقبليه يه. اللي نبي نحققها نعم. ودائما مثلا يقولون جلب الطاقة نعم. والانسان ممكن انه هو يجلب هذه الطاقه والحلم ويقدر يحقق هذا الحلم نعم. شلون مثلا الواحد يمارس هذا التمرين بحيث انه هو فعلا يوصل لاهدافه واحلامه ممتاز. ويحقق كل افكاره عالية. ممتاز. أول شيء يعني في 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 وايد ناس ماخذين ما المعلومة هذه بطريقة خاطئة اللي هي لوف uh, اتراكشن حلو؟ لنفرض أبي بزنس معين، مم. وهو حاط بباله أنه يبي البزنس المعين حل. أو حاط ببالها أو علاقة أو مم. زواج. Uh, لما الواحد يسوي قانون الجذب يسويه له لنفسه فقط. مم. مم. ما يحط شخص ثاني معه مم. يعني بالحلم ما, ما أشيل أشي طيب. العائلة طيب. معي بس بروحي. بروحك أوكي. ليش؟ لأن إحنا كأفراد عائلة. أي. كل واحد له يبي شيء معين. صح. ما يبونهم اللي أنا أبيه. أو حتى بالزواج أبي واحد كذا 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 كذا. بس مم. في واحد حاطة حد باله مثلًا واحدة حاطة واحد, واحد باله فما تفكر. حلو. لأن شنو قاعد تشوف الشيء الزين فقط؟ كلنا فينا زين والشيء كلنا دون استثناء. مم. فلما يجي الشخص أنت بس قاعد تشوف الشيء الزين. طيب حتى انا فيني اشياء مو انت حضرتك زين فلما انا بس ابي اشوف شيء زين ومو قاعد اشوف لا طبعا مو هذا الشخص لا مو مم. هذه المره او مو هذا البزنس اللي ابي ليش؟ لان انا قاعد اشوف كتجاره او كموضوع ابي الشيء الزين بالموضوع انا مو حاطه حسابات ثانيه صح عرفت شلون؟ وكذلك لو احط شريك مثلا انا معي صاحبي عندنا بزنس رؤيته غير عن رؤيتي صح فهذا راح ياثر على البزنس مالي وايد فلما انا ابي شيء ابي لنفسي فقط فقط يعني نوعا ما شويه رب العالمين يسهلها وفعلا تفاعلوا بخير تجدوه م -م. لكن في اشياء يعني الانسان او عقل الانسان يصعب عليه انه يفهمها لان بسهوله يا رب العالمين ايش قال؟ ادعوني استجب لكم استجب لكم, لكم. تحتها مليون خط صحيح بس متى؟ م -م. يعني انا قاعد ادعي قاعد ادعي ما ربي ما يعطيني قلبي مسكر شلون قلبي مسكر؟ انا ابي المزنس مالي يطلع لي لنفرض مليون بالسنه م -م. إذا أنا موقعة أشوف نفسي أستحق مليون بالسنة ما راح تيني. يعني ما راح تيني صحيح. مم. يعني نقدر نقول إن الجلب الطاقة هي الإيمان بحيث إن أنا أؤمن برب العالمين بأنه هو راح ينفذ لي اللي أنا أبي بقوة هذا الإيمان مم. هي تعتبر الإيمان هي الطاقة. يعني بسيطة. مم. صحيح لكن اليوم بوجود الأشياء اللي إحنا ذكرناها ليش بالكويت عندنا هذا العلاج أو هذا التدريب ما هو متواجد بشكل. يعني كثير حلو احنا للاسف شديد فقط اثنين في اسيا واثنيناتنا والحمد لله بالكويت ما شاء الله. اه قاعدين الحين مؤسس العلم قاعد يزور الكويت اه قاعد يدرس لكن ما في وايد ناس مهتمه بالعلم لان فعليا هو دراسه هي باستراليا هي تاخذين دبلومه سنتين كذلك في المانيا وكذلك في النرويج والحين بيطالع قاعد يفتحون اه نقول يا رب العالمين ماكو شيء جديد ان شاء الله يا رب العالمين الناس تقعد تتعلم، هو بالنهايه علم من احد العلوم اللي تفيد الانسان. هل معناته ان الشخص اللي يتعلم هالامور ما راح يصير مريض، ما راح يمر، لا 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 راح يمر بكل الأمور هذه، بس راح يكون واعي، اوكي، بدل ما اطيح لي اسبوع، اطيح لي يومين، بدل ما اطيح لي يوم، اطيح لي ساعتين. بدل ما مخي بسرعه ياخذني الى الاشياء اللي مو على طول. خلاص عقب دقيقتين انت اوكي أنت هذا اهم شيء هذا اهم شيء انك تكون واعي انه مخك قاعد يروح هي بسرعه فنقول يا رب العالمين ان شاء الله نتامل ان شاء الله خير حيح. ان نشوف اكثر واكثر واكثر وان شاء الله الحين ودائما بدمير. يعني هم بايات الله الكريم ان م. لا تخافوا ولا تحزنوا لان الخوف يسبب الحزن يعني هذه اثبتت منظمه الصحه العالميه ان الخوف يسبب الحزن وان الحزن يسبب جميع الامراض النفسيه اكتئاب وارق وهالامراض هذه فالخوف شيء يعني ممكن انه يعرقل الانسان هذا جدا جدا موضوع حلو احنا بنقول الانسان يكون خايف بس هو ما يدري من منه خايف يعني على سبيل المثال لا والله انا ماني خايف تعال خلنا نشيك عليك تلقين في ستورج 60% 70% خوف طيب ليش ليش في خوف لأن طبيعه الانسان فطرته هو المولد آه يخاف يعني حتى الطفل اول ما ينولد على الدنيا خوف. الخوف قام يتسلط علينا بكل صغيره وكبيره بالكلمه بالحدث بالعلاقه بكل شيء طيب آه آه شوفي لا تخافوا ولا تحزنوا الخوف يترسخ وين؟ بالكلى بالكلى نعم والحزن بالرئه زين اول شيء اللي ما يتنفس عدل معناته راح يصير حزين عقب ما انه يصير حزين الخوف يترسخ بالكلى والاعصاب تترسخ بالمعده والغضب وين يترسخ بالكبد فيعني سبحان الله كانها خريطه كل شعور بس هو اكثر شيء يترسخ بال بالمعده آه يعني هني المشاعر بعدين عاد توزعهم صحيح دائما يعني, يعني مثلا اللي آه يعصبون وكذي فيهم الغالون العصبي بالضبط. والمعده يعني, يعني كثير من الامراض يعني للامانه <applause> استاذ ممكن انتهت الفقره بشكل سريع احنا <applause> ممكن مستف... احنا محظوظين احنا قعدنا يمكن نتناقش معاك بنفس الوقت يمكن نسمع يعني معلومات جدا مهمه ومفيده لكن نبي وعد منك ان في الحلقات الجايه ان شاء الله تلاقى فيك ونتكلم اكثر بشكل صحيح. مفصل تعمل. بهذا الموضوع تامرون ان شاء الله شكرا استاذ كل الشكر لك مشاهدينا اتمنى انكم استفدتم من فقرتنا متواصلين معاكم ولكن فاصل ونرجع لكم مشاهدينا بهذه الفقرة راح نتكلم اكيد مع الفنان فواز الطارش عن مواضيع كثيرة اكيد ودوره بفيلم الغريب كل هذه التفاصيل معاك فواز حياك الله. الله يحييك يا هلا ومرحبا فيك فواز أكيد منورنا في البداية يا ريت تكلمنا شلون دشيت مجال التمثيل في البداية أحب أمسي على المشاهدين بالخير اولا كانت بدايتي في أكاديمية لوياك لوياك تحديدا في مؤسسة لوياك الغير ربحية تأسست على يدين أستاذ رسول الصغير في مجال التمثيل في البداية دشيت كمتطوع كم <applause> بعدين انتقلت الى مرحله التمثيل اخذت ورش عند الاستاذ رسول الصغير امسي بالخير و... ودعمني وشاركت في في اول شيء مسرحيه طبعا اسم المسرحيه من هو الاندلس مسرحيه تاريخيه تتكلم عن العصر الاموي <applause> الاسباني فاتجهت للتمثيل وشقيت الطريق الحمد لله <applause> حلو لكن اذا بنتكلم اليوم بتواجد المسرح والتلفزيون وايضا ممكن تكون افلام سينمائيه، شنو الاقرب لك بين مسرح والتلفزيون؟ للامانه في البدايه المسرح <applause> وبالدرجه الثانيه طبعا السينما. السينما اكثر شيء. حلو، انزين اذا في دور انعرض لك او دور انت حاب انك انت تأدي. اي دور؟ آه في ادوار كثيره للامانه لكن <applause> انا احب الكاركتر آه الصعب. صعب يعني الادوار المركبه تقدر تجيبها؟ المركبه تحديدا نفس الدور اللي مثلت فيه في فيلم الغريب <applause> شنو كان الدور في فيلم الغريب؟ آه فيلم الغريب تتكلم عن شخصية الطنطل <applause> لا شخصية اسم الفيلم الغريب آه لكن الشخصيات اللي فيه كانت آه الطنطل <applause> ومارتل <عارفة> قايلة. <applause> فجسدنا شخصيتين هذيل <applause> آه كل شخصية كل شخصية تتكلم عن خط معين أه الطنطل هو شخصية مم. معدومة من ناحية القبول ممتاز. أه من حيث الملامح الشكل أه ما عنده قبول عند الآخرين حلو. في القرية مم. نفسها فالقرية اللي كانوا موجودين موجود هو فيها مو متقبلينه فهو من داخل نظيف وطاهر لكن شلون يخالط الناس والاجناس اللي حوالينا مم. فاللي صار في الفيلم ان الطنطل يعني كان يعني دوره داخل القريه انه يشيل يعني ال تكرمون الوسخ وكذي يعني ينظف ويهتم بنظافه القريه فالقريه من يشوفونه يرمون عليه الحصى أي ايا كان مو متقبلينه كشخص يعني في القريه فبعدها يتزوج الغريب اه حمار القايلة يتلاقون ويتزوجون اي ايه ايه يعني اه اليوم القايله هي تتزوج كان قاعد ايه مع المشاهدين الحين بعض المشاهد صحيح. من اه ال الفيلم اه يعني التجربه كانت مختلفه عليك فواز؟ كثير وكانت فيها صعوبه حتى مع المجاميع اللي كانوا اذا ملاحظين يعني في الاطفال صحيح أكثر يعني هذه هم بعد تحتاج يعني الى مخرج يدير هذا العمل مم. الضخم هذه الشخصيه منه انا هذه الطنطر اي نعم مم. اه يعني مثل الحسن الحسناء والوحش نقدر بالضبط نقول بالضبط تحديدا فالدور كان جدا معقد ومركب حب. الدور كله مايم. بدون حوارات انت هني شلون توصل الفكره؟ كانت فيها صعوبه لان السكريبت يوم مصلي بس يعني موضوعي كان انه بس اقرا رجل ذو راس شجره يعني شيء مو بالخيال يعني ما ما ادري شلون يعني اسويه فالحمد لله قدرت اني اذا بتكلم في البدايه من رشحك لهذا الدور؟ آه للامانه آه رشحني الاعلاميه والمنتجه الاستاذه ناديه احمد السقاف آه لهذا الفيلم طبعا والمخرجه هم بعد آه مريم العباد مم. طبعا الفيلم هذا كان آه بدعم مم. من آه وزاره الدوله شؤون الشباب جزاهم الله خير بالاشتراك مع انتاجيا كانت من مؤسسه لوياك حلو. ممتاز. حلو يعني مثل ما تشوف الاعمال الرمضانيه تزيد في رمضان هل مم. تشوف هذا الشيء يخدم الفنان او يخدم الجو التمثيلي بان مثلا لا اكثر من عمل في رمضان الاعمال زادت مم. يعني انا عن نفسي يعني يمكن في رمضان ما اشوف الا يمكن مسلسل واحد مم. لان لازم اتقيد مسلسل واحد عشان امشي معاه واشوف يعني المحاور اللي فيه التفاصيل مم. الرساله اللي بتتقدم لان كثره اعمال هذه شوي فيها ضغوطات الـ الـ الناس قامت تشتت صحيح اي فهذا في يعني سلبي وايجابي ف يعني شركات الانتاج يعني يا ريت لو تخف يعني شوي من الاعمال الدراميه بحيث الواحد كثرتها يعني تشتت المشاهد. المشاهد صح تشتت المشاهد يعني اكثر من 15 عمل في رمضان أكيد. والشخص يكون في اكثر من عمل يعني I think there is something wrong with it بس ما ادري شنو هو صحيح لكن اذا بتتكلم عن الاعمال الرمضانيه هل كان هل كنت مرشح لاحد المسلسلات او الامانه المسلسلات ما ترشحت ما ترشح. الى الان اغلب العروض اللي تجيني تكون م. سينمائيه حلو يعني وصل لي عمل من شركه انتاج عمل سينمائي قاعد يشتغلون عليه حاليا بقياده المخرج زياد الحسيني آه للاسف ما صار يعني في خلل صار وقعت تحيه للمخرج زياد الحسيني في أه برنامجنا ففي خلل صار ماني عارف يعني شنو الخلل بالضبط لكن الله يوفقهم <applause> في العمل أنه ما حصل هالديل هذا ما صار في السكاجول ما كان مضبوط <applause> ما كان يتوافق إن... معي مع <applause> سمعنا انك انت اعتذرت عن عمل عالمي هو هذا العمل بالضبط <applause> انت اعتذرت اعتذرت بسبب عدم التزامهم معي <applause> هذا العمل عالمي مرشح لجائزه اوسكار كان يعني كل هذه المشاركات اليوم بظل وجود المسرح نقول التجاري والاكاديمي وين تلقى نفسك؟ الاكاديمي اكثر تجاري يستهويني الى حد ما لكن نشوف وايد تجاري تجيني عروض لكن ماني عارف الاقي نفسي انا الاكاديمي اكثر يعني مم. تفضل تكون حبكته حب افضل مم. يعني ما شاء الله تقديمك في الفن هل هو هوايه او دراسه؟ الامانه جات بالصدفه جات بالصدفه واكتشفت اكتشفني المخرج الاستاذ رسول صغير الأمانة انا ما مم. كنت اعلم اني يعني انا فيني هالقدره هذه الهائله من التمثيل أم... قعدت مع أستاذ المخرج الاستاذ رسول صغير وقال مم. لي يعني انت تنفع تصير ممثل قلت مم. له شلون انا مو ممثل انا متطوع في مؤسسه لوياك فقال لا لازم تمثل وتدش هالمجال ومثلت من هوى الاندلس من اخراج 20 حجي امسي بالخير <applause> هم بعد كان العمل جدا ضخم يعني دعم من وزاره الدوله شباب وبرعايه رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد المبارك <متاز> والحمد لله توفقنا في هذا العمل ونعرض في لبنان ما شاء الله ممتاز فلو. يعني اليوم آآ آآ بالنسبه لي خلينا نقول المشاركات هذه كلها اكيد بحد ذاتها لقيت نفسك فيها في, في جانب التمثيل، هل تلقى نفسك في جانب اخر مثلا يعني عندنا احنا مصادرنا تقول صوتك حلو، هل هذا صحيح ولا لا؟ لا ما, ما امتلك صوت ما, ما, صوت. ما, ما, صوت. ما امتلك برد. صوت اذا شاعر شاعر حاليا. اكتب يعني انت شاعر؟ اي شاعر تكتب ها؟ اه تكتب حلو. لي كتابات ومحاولات ممتاز. شعريه وغالبها تلحن يعني ما شاء الله قريب عسى الله يوفقك يا آمين. رب في مجال التمثيل ومجال الشعر يمكن اليوم عندنا فواز نموذج بانه يمكن ما درس مجال التمثيل لكن لقى نفسه بهذا به المجال وفرصه كثير الشباب اليوم انه ممكن يمشون على خطى فواز صحيح هنا تكتشف موهبتك وتبدع فيها عندك اعمال سينمائيه وايد ومنها فيلم سكوك القفوان وفيلم الغريب وفيلم الله يرحمه شلون كانت التجربه السينمائيه؟ هل اه. هي اقرب حق اعمالك؟ السينمائيه طبعا بالتاكيد اقرب وصرت تتجه للسينما يعني مم. احيانا تجيني عروض مسلسلات اي بس مسلسلات عفوا ما يعني عرض لكن إيه؟ انا حابب التمثيل حتى لو يعني مسلسل ما القى نفسي فيه. تبي سينما تبي مسرح ممكن مم. اكاديمي؟ المسرح الاكاديمي أفضل اكثر مم. المسرح التجاري. و الغفران أه هو فحوى كان, كان هو اقرب عمل كان؟ لا اقرب عمل كان لي الغريب طبعا الغريب ممكن. ها للامانه كل الشكر لك فواز طارق على وجودك معنا وان شاء الله نشوفك في اعمال سينمائيه ومسلسلات رمضانيه عن القريب ان شاء الله شاك شاك لك. شاك. الله شكرا الله يسلمك مشاهدينا وصلنا الى نهايه الحلقه نلقاكم ان شاء الله في حلقات جايه مع السلامه الى اللقاء